سيد الرئيس، أراك جاي باش تحضر في برنامج أهدر. مرحبا بك ومرحبا باللي جاو جاب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الأفضل، لما كنت أحييكم عبر قناة الحياة الجزائرية، وطبعا في هذا البث المباشر الذي يجمعنا وإياكم من خلال هذا العدد برنامج أهدر. كما قال عمر، عودناكم أنه كل عدد يكون حاضر معنا ضيف، واليوم حاضر معنا الفنان الكوميدي والفكاهي والذي أثار الجدل مؤخرا بترشحه لرئاسيات الفارطة، معنا بو عناني أحمد. مرحبا بك. الله يسلمك اختي، ونشكر القناة نتاعكم قناة الحياة، ونشكر كل الإعلاميين، ونشكركم في هذه البيت الدعوة. شكرا. أهلا بك. إذا بو عنان حميد. بو عنان أحمد. بو عناني أحمد. بو عناني أحمد، مرحبا بك الأستاذ بو عناني، واش راك؟ لاباس والله. يا سيد الرئيس، واش راك تقول؟ شكون اللي ما يعرفكش؟ كاع مسلمين عليكم وناس المسام. احنا نزولا عند رغبة مشاهدينا الكرام، حبينا باش تكون حاضر معنا لنهار اليوم. شرف لي كبير. نعم، إذا نبداو معاك ربما، ونبداو بالنقطة التي أثارت الجدل وسط وسائل الإعلام وأيضا ربما وسط وسائل التواصل الاجتماعي. واش تقدر تقول لنا أنت في ترشحك لرئيس الجمهورية أو لرئاسة الجمهورية؟ تفضل. على كل حال، أنا ترشحت لرئاسة الجمهورية، كان وزارة الداخلية كانت تعطينا حلتنا بيبان أبواب، ومشينا ترشحنا كما أيها المترشحين. أنا على هنا اليوم وزارة الداخلية. هو تقدر أنك أنت تقدر تحكم البلاد، تقدر تحكم الجزائر العروسة؟ نقدر نحكم الجزائر العروسة. عندك برنامج؟ عندي برنامج. اللي هو؟ المطلقات نعطيهم مليون في الشهر، المعاقين الحركيين نعطيهم اللي كانوا هما 100% نعطيهم مليون في الشهر، رفوع الأجور المستخدمين اللي قدروها 20%، متقاعدين 15%، والنساء والكبار وكل شيء. اي واحد قال هذا الكلام اكيد راح نجي، اسمح لي نقاطعك، راح نوصلوا في هذه الفكره، ولكن بالك ناس ما تعرفكش، ولا كيفاش تعرف نفسك؟ تفضل. اسمي ماريو. ماريو ما نسمعش بها انا، تفضل. نسبة للعبة نتاع سوبر ماريو؟ لا، وي نيشان. كيفاش ماريو هادي؟ هادي ما فهمناهاش. ماريو كيما سوبرمانو، كان سوبرمانو. انت سوبرمان؟ انت سوبرمان؟ لا، ماشي سوبرمان، سوبر ماريو. اختاريت هذاك الاسم، درته باسم الفنان. انا شويه ما نعرفش اللغه الفرنسيه، لو بالك غلط. لا، لانه تشبه له في الشكل، هو جاي قصير وجاي كذا، وانت جاي كيما هو. لا، ما جاتش في القصر يا ولدي. القصر كل شيء جا في الراس. ما جاتش في القصر ولا. كان طويل بلا بها ما يليق له الرزامه. يعني تقولنا بلي انا مالقري قصير وهكذا وعندي في الراس؟ الحمد لله، اكيد. يقول باللي انت كنت تطبل البوتفليقه وكنت كذا، ومن بعد راح ترشح، هذا كيفاش تناقض؟ انا ما نطبلش البوتفليقه، شكون قال لك انا خاطيني بوتفليقه؟ ما عندي لا مع ذاك لا مع ذاك. مسكين راه يحكي من نيتو، ما على بالوش واش راه يسنى فيه. ودرت التصويت تاعي حر. بصح كيفاه تقول هكا ورحت مديت استماراتك البوتفليقه؟ لا ما ديتش، شكون قال لكم ما دير سيدي؟ اليوم راني جيت باش نتنازل على رئاسه الجمهوريه، ونعطي التزكية إلى السيد فخامة رئيس الجمهورية سي عبد العزيز بوتفليقة. شحال مديت من الاستمارة؟ شحال مديت؟ مديت أنا ما مديتش استمارات. 30 استمارة ولا 30,000؟ يا ولدي ما كان لا 30,000 لا 1000 لا والو. ب 30,000 توقيع للسيد عبد العزيز بوتفليقة. هذا كما قال لك الآخر، أنت واش مديت؟ أنت واش مديت؟ أنت واش مديت؟ أنت مع الحراك ولا ضد الحراك؟ أنا مع الحراك، وأنت مديت. مديتها ولا لا؟ لا ما مديتش انا. لا على ما مديت؟ ما مديتش انا. انا ما ترشحتش لرئاسه الجمهوريه، وانت اللي ترشحت لرئاسه الجمهوريه، وكنت بعت الاصوات اللي عطاوهم لك ناس المسام اللي مديتهم من البوتفليقه. انا ما مديت حتى الواحد، ولا قال لك مد راني قدامكم. شحال مديت؟ شحال عطاك واحد؟ ما جمعتش انا، ما لميت ما مديت. وكيفاه ما جمعتش؟ كيفاش ترشح وما جمعتش؟ سبحان الله، ما مديت. تنرفوني ولا مالكم؟ ما لميت. لي قال لك لم وعطى البوتفليقة يجي يقابلني ويكون حسبهم معايا ورقب ورقب. ملي لا مديت بوتفليقة، واحدة زوجة ثلاثة أربعة. لا، ما دعمتش أنت بوتفليقة. ما دعمتش بوتفليقة أنا. واش دعمت أنت؟ كنت أنا مدعم الشباب. لكم راني باركي توتال. تحكم رئيس جمهورية أنت؟ إيه نحكمها. وأنت إيه زعما؟ زعما كيفاش؟ طيحت 100 ولا كيفاش؟
نقدر نقول انا ما لكن لا ترتقي للمستوى المطلوب اللي باش تحكم رئاسة جمهورية. عندي مستوى ما شاء الله. واش عندك دكتور؟ واش عندك مستوى؟ واش عندك مستوى؟ سنة أولى ابتدائي؟ هذه من سنين هنا في الوزارة الثقافة وعندنا عليها وتر. نجي السوسة راهي من تحت لتحت وبدات تدور عليه. وليست بطاقة شهادة اللي تقبل بها تحكم أنت يا جمهورية. هو في سوق نجي لا بدون تجي. هذه ماشي هضرة ما تفهمش معاك. حنا في لا ماشي. هذيك قاعدة شي هضرة هذي. إذا مشاهدينا الكرام عودنا تلاقينا معكم ونعتذر فقط على الكلمات ربما الهابطة اللي كان يستعملها الضيف تاعنا وعلى التصرفات اللي ربما لا ترتقي لا للاستوديو ولا لرئاسة الجمهورية ولا واش قال عمر. الحقيقة والله يعني بدون تعليق مشاهدينا الأفاضل ونعتذر على هكذا تصرفات من فنان ويمثل الفن الجزائري ومن المزمع أنه يترشح لرئاسة الجمهورية. نعتذر من كل مشاهدينا على كارم باسمي وباسم الفنان المهرج اللي راح حاضر على نهار اليوم طبعا. وهذو اللي كانوا يقبلوا لهم ويزغرتوا لهم كانوا يعطوهم لي كارت كيما هذو. شوف أخويا هذه بطاقة تاعنا وفنان سمعت ولا؟ وهذه ما نعاودش نسمعها. صح انت واش تسمي روحك فنان ولا مهرج؟ انا كيما تسميني سميني، سميني مهرج، سميني فنان، سبار ماريو، سميني فنان، المهم اني ناكل خبز نوكل بشرى واكرام امهم. سمعت ولا لا؟ نعم كنت توكل بشرى عندك ازواج. بشرى واكرام انت عندك ربع نساء؟ عندي ربعة ثلاثة مطلقهم وعندي وحدة الثانية ربي خلاها لي. انا ما فهمتش كيفاش راهم يتزوجوا بك. ياه فهمت كيفاش راهم يتزوجوا انا بوقوس وشباب. ايش دخلك انت؟ انت ايش دخلك؟ انا ايش دخلك؟ ما فهمتش واش دخلك انت كما قال لك؟ سبحان الله. لا ما يعني انا مرأة ونفهم المرأة. انا واش تفهمي المرأة انت واش تفهمي؟ قالها المرأة مرتي والحمقى اختي. مالك انت؟ هذيك كاع ماشي هذا التهضير. معليش نعاود نوليو يا لا يا ناجية بدون تجريح من فضلك. حبيبنا بدا يتقلق يا ربي واستر. انا نسألوا الأسئلة. لا لا من فضلك من فضلك الأسئلة الحاجة جرى. ايش دخلك انت؟ ايش دخلك؟ ايش دخلك؟ والله نقلع لك أبوك. لا لا بدون تجريح. مالك 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 ارواحي هنا. هذا تصرف؟ هذا تصرف؟ واش هذا التصرف؟ واش هذا التصرف كذا؟ ماشي رئيس اضرب. انا ماشي رئيس. يا ماشي رئيس. من فضلك من فضلك من فضلك من فضلك الاخ من فضلك. قولي دكتور. والله مهبول يهب لك ربي. وانت كي دار هالخدمة تعيطوا لي تقولوا لي ارواح ولا تدوروا عليا. انا نقول مشاهدي الكرام انه الرئيس تاعكم يحكمكم تشوفوا لكم الحكم انكم تحكموا هذا يقدر يكون رئيس. لا لا من فضلك من فضلك لا 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 يا اخي اي خرجوا عليا المقول هذا اللي جبتوني. اي 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 وقلب العين هذي. لا 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 اخي من فضلك رانا دافعين في درهم ورانا نقدموا. لا نجيه بدون تجريح فضلك يا الاخ بدون تجريح من فضلك. هذه حقنا هذه هذه والله لا رناكه هذه هذه كاع ماشي خدمه هذه. انا حبيت نفهم بصح واحد كيما انت قلب الاستوديو قلب كل شيء نقول قطع روحي خرجتي خرجتي قلع لك يا ابو مالك 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 ارواحي هنا. عمر هو السوسه نشيه تتبع فيه. ودي هدره هدره ولولا قاعده في دارها وطيب الماكله ماشي خير. لا ماشي خير نكون وين حبيت واحد ما دخله. يا وامنت بلي انت صحت ولي راحت ولي رايس. امنت بلي انت صحت ولي رايس. يا ودي روحي وسعيني ما بكي روحي وسعيني روحي وسعيني روحي وسعيني نقول لك روحي وسعيني. نختمو نختمو معليش يا رضوان تفضل قعد احكم من بلاصتك من فضلك صباطك هذا. تفضل من فضلك نجيه خلينا خلينا نختموا من فضلك. لا 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 المستوى هذا انا انا مستحيل. لا 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 الله يبارك ربع عدوني الله يبارك. لا هبط صبطك الاخ من فضلك الاخ ربع عدوني. لا نجيه مش هكذا. لا 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 الله يبارك. يعني والله اصبحت والله ابكيت يا جزائر على الناس اللي راهي تحوس ترشح لك والله العظيم. او هذه ماشي خدمه هذه. بصح علاش هذا الشيء عليك؟ علاش ما فهمناش حنا؟ دروك انا علاش عيطتولي؟ برنامج اهدر. واه باش نهدر. باش تهدر. انا نقول نهدر باش نهدر. ما خليتناش نهدروا. واش انت هدري واش انت هدري؟ قلت لك زوج كلمات ضربتني بالماء طلعت في الطابله. يا عندك الزهر ما عندك الزهر. هذاك الزهر ولا قلت لك بالشعر. هكا تهدد فيا. انا نقول لك
انا مرتي ما تزقيش عليها الهضره هذه. لا لا راك تهدد فيه. انا زقي عليك انا مرتي ما تزقيش على الهضره هذه بالماء. انا نقول هيا خرجوا علي الكلون اللي جبتوه لي. هيا هيا لا من فضلك نجيه. لا 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 لانفيتي تاعنا نحترموه. من فضلك الكلام الخطير لا بدون تجريح من فضلك. كي ضربني بالماء لا 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 بدون تجريح. لانفيتي تاعنا نحترموه راه حاضر معنا اليوم من فضلك الاخ. نعاود نولي ونختموا البرنامج. عندك خصوصيه معها؟ عندك حاجه معها مقبل؟ لا انا ما عندي معها وحده. يا وجهي ما نعرفهاش انا كاع ما نعرفهاش اصلا ما نعرفهاش. وين نعرف انا؟ ولكن هذا التصرف انا والله ما هذني ننسى تاعك ربعة كامل معاك نتايا والله ما لا لا من فضلك الاخت من فضلك من فضلكم انا راني ندور في الحوار هنا الان من فضلكم نعاود نوليو بالتي احسن. عندكم علاقة شخصية؟ عندكم تصفيات حسابات؟ من فضلكم خارج القناة وخارج البرنامج. لا أنا ما عندي مع والو راني نحاور فيك إعلامية ولكن باش تشوف المستوى اللي هبط ليه منصب رئيس الجمهورية اللي جا بين قوسين واللي ما جاش يترسح. لا 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 هذا كلام بينك وبينه. أنت عندك ربما في لا لا ما عنديش باش المشاهد يفهم. أنا ما عندي والو معها. ما عندي حتى أمور معها. أنا واش جاي نترشح وجاي نترشح وغادي بالفوت ولا سون فوت. انا هو الرئيس تاع البلاد. نعم وجهي لا 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 هو راهم يدعوا في جنرالات. انا على بالك اللي اديتها رئيس والله يا حقوق المرأة. انا نقلعها لكم نوريكم حقكم يا شعب نموت عليكم يا شعب. كنت مع بوتفليقة كي تقلبت عليكم الدنيا ركبت في الحراك. يا ودي يا ودي انا ما عندي حتى وثيقه مع بوتفليقه. روحي وسعيد صح الجنرال توفيق. شحال عندك الجنرال توفيق؟ اش عطاك مبلغ من المال؟ يا ودي انا كاع ما لقيتهاش يا صاحبي. روح وسعني انت مالك. هي اللي تقول انا خاطئ. انا خاطيني وخاطيكم. رئيس الجمهوريه لازم يكون رزين ويتحلى بصفات. صفات هذه ما فيكش انت. يا نجيه مالناش الواجهه. انا مالناش في محكمه باش تحاكمي الضيف نتاعنا من فضلك. انت رد عليها الان. عندك في علاقه بيناتكم؟ ما عندي حتى علاقه معاها. في تصفيه حسابات؟ ما عندي حتى حسابات. هذيك من بعد كي تخرج برا نعرف شنو نهضر معاها. تهدد فيها. تهدد فيها وتعتبر تهديد. كي تخرج نعرف شنو نهضر معاها. مبعوثه تشوفها بلي مبعوثه من طرف الجهات. وين تحسين كان الناس صابطينها ولا مخلصينها ولا وين على بالي؟ تما انت حاجه كبيره باش يخلصوني نجي. حاجه كبيره تهضر مع واحد الانسان تاع قمه. ولا غير ارتيست راكي تهضري مع فنان مع مهرج وكلون. واه مهرج وكلون مهم يصور الخبز. معمر هو السوسه نشية تتبع فيه. نعاود نوليو ونختموا من فضلكم. لا الاخ تصرفات كيما هذه لا. نعاود نوليو. الدنيا صباط الدنيا عوج صباط الدنيا عوج. الدنيا كي تمد الحمل اللي ما عندوش الاسنان. حي حي. نعاود نوليو نعاود نوليو. او كي بغيت تولي ولا ما توليش. المهم انا راني مروح. انا اصلا ما يشرفنيش ندير حوار مع واحد كيما انت. يا حياة الله. ما يشرفكش. جنرال ماجور سابق كان يبوسي فيك. يا ولدي انت واحد ما يبوسيني مالك يا صاحبي. شحال عطالك؟ شحال رد عدني الحبوب بعد رد عدني الحبوب بعد بعد. ولكن تضرب بهذا المستوى تضرب المستوى. هذه هدرة هذه هدرة تهدرها. انا قلت لك وما امنتنيش. يلا يلا نختموا لانه ما يشرفنيش حقا انه الحوار يكون هكذا. يلا. نعم لا كيفاش تقول على هذا الشيء؟ لا 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 انت رئيس جمهوريه تحت شعار اللي قلقك تنحي صباطك وتضربه؟ انا نقول لك على بالك بلي انا مريض. اقسم بالله العالم غادي نمرضكم مرضى تاع بصح تشرى فيا حاجه ثم في جوج غادي تخلصوا. ما نخافوش. علاش واش حدير زعما واش حدير انت؟ راني نقول لك. واش المرض انت؟ واش من مرض عندك؟ واش من مرض عندك؟ كوبي واش مع التسجيل ما تسجلوش. كوبي ولنا كوبي ولنا. واش انتم جايبين دوكا انفيتي ولا مهرج ما فهمناش؟ ضربنا بالصباط ضربنا بالكاس تاع الماء. انا ما فهمتش شنو هذا الكروشه اللي كنت ديرها لي. سبحان الله. او تخلي في واحد يهضر جينا نهضروا على جينا نهضروا على الشباب على على الزوجات على المطلقات اللي راهم مخصوصين. الشباب اللي راه يتعاني اللي راه يتحرق. راهم يعانيوا هاد الشباب كاع من امثالك انت باسكو بوتفليقه دعمك. ما دعمنيش انا ما دعمني حتى واحد. خلاص الناس راهم يقول لكم روحوا بعدونا ما تحكموناش البلاد. كاين دي جان يحكموا البلاد. علاش راكم حابين ركبتوا الموجه ركبتوا الموجه انتوما؟ كذب وسكت اختي صلي على النبي. على بالك بلي راني نعرض راني نعرض قسما بالله راني نعرض نعلو الشيطان وبدلوا الديسك. انا داير مع نساء والمراه اللي تهضر نعطيها للفم. والله نعطيها للفم. انا ما فهمتش علاه داينك كاع هكا وزيد تعطيهم للفم. واه نضرب واه. انا مرتي كي تهضر تسكت. قسما يا حمك. لا لا لا. اذا شوف معنا في شوف معنا في الشريط كاميرا كاشي. شاركت معنا في كاميرا كاشي. اذا مشاهدينا الكرام. شبعت ما شبعت. شاركت معنا كاميرا كاشي. معليش معليش اني سامحت لك اني سامحت لك. قولي واش رايك شكون قلقك بزاف انا ولا عمر؟
الله يعطيكم الصحة بيزوج والله بارك الله فيك. اسمح لنا بزبزب كاميرا كاشي ضربني بالصباط بالكاس تاع الماء. انت دائما تتقلق هكذا تتقلق هكذا نقلق راه يرجف. اسمح لنا اسمح لنا واش تقول كلمة لمشاهدي قناة الحياة الجزائرية في رمضان؟ علاش تبكي ما فهمناش؟ والله العظيم لا غاتني اللي ضربتها ورشيتها والله العظيم سمح لي اختي سامح خويا ونشكر قناة نتاعك الحياة. مشاهدينا الكرام معليش قبل ما نختموا جنجل ونعاود نولي لكم يلا عمر هو السوسة ماشي هي تتبع فيه. عاودنا ولينا لكم مشاهدينا الكرام. إذا كيفاش شفتوا الفيكتيم ديالنا اليوم سمح لنا بزاف قلقناك صح. أنت اللي قلقك تنحي الصباط الضارب هكذا مع ليزانيماتور هلا هلا غالبها ودروك أنا كل زعما لقيت روحي معقور ولقيت روحي بعيد بين زوج بين زوج سبحان الله. كيف ما تغنيش شو الحاجه اللي قلقتك بزاف؟ ها قلقتني قلت لي بلي سيدي سالك 20 مليون راك تبيع المخدرات ولا خاطيني السؤال عاود عملنا بالي امام الله. صح وحنا شحطين لك باه جيت درت معنا البرنامج يا خويا ما عطيتوني ولا دعوت الخير عيطتوا لي جيت عندكم وجيني راه شحال طالك بيناتنا هذه هذه قبل شي هضره هذه تاع يا رب عدني عدني قيمة نقصوا معاك برك نقصوا معاك ما يجبرشيني ولا كما شفتوا. اذا مشاهدينا الكرام سي احمد بعناني اليوم لعبنا له على المورال ونجحنا تخي 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 بيانا يعطيك الصحه. اسمح لنا مشاهدينا الكرام كيما شفتوا حبيبنا الرئيس راه تقلق ودار فينا حالة الخير والخمير. ان شاء الله الزوجه تاعي الله يدخل عليك رمضان بالصحه بشرى اكرام وكاع الجزائر كاع 48 ولايه. راك مع الحراك ولا ضد الحراك؟ قسما بالله لا راني مع الحراك ونقول لكم وخرجوا كاع برا وكاع يرحلوا وكاع يتحاسبوا بارك الله فيك يعطيك الصحه النجمه بارك الله فيك. اذا مشاهدينا الكرام بهذا وصلنا لختام هذا العدد من كاميرا كاشي. نتمنى ان شاء الله نالت اعجابكم ونالت رضاكم وسمحوا لنا على بعض المشاهد لانها حقيقه معليش نقدروا نقولوا لحبيبنا هو مال بالفكاهه هكذا بارك الله فيك يعطيك الخير. مشاهدينا الكرام احلى وامتع لحظات مع باقي برامج قناه الحياه الجزائريه. راح افطركم سلام. اسمح لنا سمح. لا ماشي سوبرمان سوبر ماريو ودا ما ديش كل قال لكم بدا سيدي ايش معروف دخلت هي دخلت هي دخلت كي دخلك والله نقلع لك ابوك. لا لا بدون تفريق مالك 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 اروحي هنا هذا تصرف